بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت هندلنا موضوع دي تي او، بالنسبة ان انا لو هجيب ستودنت واحد عن طريق الاي دي، وشفنا الدنيا بتاعتنا ماشية ازاي، والموضوع بسيط وسهل يعني ما فيهوش اي مشاكل خالص ولا حتى فيه صعوبة. تمام، نيجي دلوقتي بقى لحاجة مهمة جدا هنتعلمها في النص قبل ما نخش على الريليشن بين التيبلز ونبدا نهندل الدنيا ونستخدم الدي تي او بشكل كبير شويه. دلوقتي انا تخيل معايا كده، دلوقتي في كلاس الستودنت ده، الكلاس ده الانتيتي الاصليه بتاعت الجافا. تخيل بقى هنا في 50 بروبرتي او 50 اتريبيوت، ايج وفون نمبر وناشونال اي دي وطيب وكل حاجه، في يعني في غير دول 50 بروبرتي، وركز معايا. تمام، وانا عاوزك ترجع لي من ال 50 كلهم ترجع لي 40. ركز معايا، ترجع لي ايه؟ ترجع لي 40 بروبرتي. فالمفروض لما تروح مثلا، خلينا في الفانكشن بتاعت جيت ستودنت اللي هي بتجيب الستودنت عن طريق الاي دي، فالمفروض انا هنا عملت ستودنت ريسبونس دوت سيت نيم وجبت النيم من الاوبجكت بتاعي، صح؟ تمام. افرض بقى انا عندي هنا، انا عاوزك ترجع لي مش النيم بس، عاوزك ترجع لي مثلا 40 بروبرتي. فالمفروض هتقول لي ستودنت ايه ريسبونس دوت سيت كذا، وتحتيها برضه ستودنت ريسبونس دوت سيت، تخيل مثلا دي ايج. عشان اوضح لك اكتر، بلاش كده، عشان اوضح لك اكتر، تخيل انا عندي هنا، تمام، برايفت سترينج نمبر، تمام، خلي دي نمبر 1 وهنا نمبر 2 وهنا نمبر 3 اللي هو مثلا ايه، مثلا فودافون ووي واتصالات ايا كان. تمام، بعد كده مثلا الناشونال اي دي، وعندي بتاع 50 اتريبيوت. تمام، وقلت لك لما اديك الاي دي بتاع الستودنت ترجع لي النيم والايج والنمبر 1 والنمبر 2 والنمبر 3 والناشونال اي دي، وفي كمان بتاع حوالي 50 اتريبيوت. تمام، اللي انا اقصده لك وعاوز ابينه لك، انك انت لما تيجي هنا كل شويه هتعمل ايه؟ ستودنت ريسبونس دوت سيت نيم، وتجيب الايه؟ النيم من الاوبجكت. بعد كده ستودنت ريسبونس دوت سيت نمبر 1، وتجيب من نمبر 1 من الايه؟ من الستودنت. وستودنت ريسبونس دوت سيت نمبر 2، وتجيب نمبر 2 من الستودنت. وستودنت 3 او ستودنت ريسبونس دوت سيت نمبر 3، وتجيب النمبر 3 من الستودنت، لغايه ما تخلص ال 50. هل ده منطقي؟ هل منطقي انك هتقعد تكتب 50 لاين، في كل لاين بتسيت في الاتريبيوت ده او في الريسبونس ده او في الاوبجكت ده بتسيت فيه الاتريبيوت اللي جاي من الستودنت؟ لا طبعا، ما هو مش منطقي ان انا اقعد اعمل ستودنت ريسبونس دوت سيت كذا وستودنت ريسبونس تاني دوت سيت كذا دوت سيت كذا دوت سيت كذا لغايه ما اخلص كل الاتريبيوت. ده مش منطقي. تخيل دي سيت نيم، وبعدين دي سيت ايج، وبعدين دي سيت مثلا نمبر 1، وبعدين سيت نمبر 2، وسيت نمبر 3، وسيت مثلا ايه فون نمبر، وبعدين ناشونال اي دي، وبعدين الطيب، وبعدين مثلا ايا كان، مع مثلا اسم الوالد مثلا واسم الاخوه، عندك خمس اخوات مثلا، وي وي وي. هل منطقي لو انا عندي 50 اتريبيوت عشان احولهم من الاوبجكت بتاعي للدي تي او الخاصه بيا هقعد اكونفرت انا بايديا؟ طبعا دي حاجه مش منطقيه. تمام، انا اللي عاوزك تفهمه بس الفكره الاول، عاوز اوريك الغلط، مش الغلط، العيب فين عشان نصلحه. انا حابب انك تعرف العيب بنفسك. فزي ما قلت لك انك انت لو عندك هنا، احنا المفروض عندنا هنا ايه؟ عندنا هنا 3 اتريبيوت اهو، دول بتوعنا. تمام، تخيل ان في 50 اتريبيوت في الكلاس ده، وبقول لك يا باشا لما اديك الاي دي رجع لي النيم والايج وباقي الاتريبيوت كلها، بس ما ترجعليش الاي دي، انا مش عاوز الاي دي. فانت المفروض هتعمل ايه لما تروح؟ انت جبت الستودنت اهو، عملت اوبجكت من الستودنت ريسبونس اللي فيه ال 40 بروبرتي بتوعك، فهتبدا تعمل في كل بروبرتي
هنا هتعمل لها لاين زي ده سنت ريسبونس دوت سيت نيم وتجيب النيم من الايه من هنا، بعد كده سنت ريسبونس دوت سيت كذا وتجيب كذا من هنا وهكذا، هتعمل 50 سطر. هل منطقي انك هتكتب 50 سطر بايدك؟ ده طبعا مش منطقي. وصلت الفكره؟ وصلت، اتمنى انها تكون وصلت. تمام، نعمل ايه بقى؟ لا، هنعمل حاجه ثانيه اللي هي عندنا حاجه اسمها اوبجكت مابر. اوبجكت مابر دي بكل بساطه بتديها كلاسين، زي ما تقول بتاخد كوبي من كلاس ده تحطه في الكلاس ده، بشرط يكون الاتريبيوت ليهم نفس الاسم. تاني، في عندنا حاجه اسمها ايه؟ اوبجكت مابر. الاوبجكت مابر دي بتعمل ايه؟ بتديها كلاسين، بتقول له انسخ لي الداتا اللي موجوده هنا، انسخها لي هنا. في مشكله؟ ما فيش مشكله، بشرط ان الاتريبيوت كلها تكون زي بعضيها في التو كلاسز. اول حاجه بس خلينا نضيف الديبندنسي. الديبندنسي ايه؟ الخاصه بينا. لو رحنا هنا هلاقي الديبندنسي كنت واخدها من هنا، تهيالي كانت هنا كانت متاخده اهي، ما فيش مشكله. تمام، دي الديبندنسي، وهعمل ريلود للماب. هيبدا يعمل ايه؟ يشوف الجارز الخاصه بيها وينزلها عندي في الريبو على الاوبريتنج سيستم. هنستنى بس قبل ما يخلص. تمام، انا ضفت كده ايه؟ ضفت الايه؟ الديبندنسي بتاعت الموديل مابر او الاوبجكت مابر عشان اقدر استخدمه. تمام، هنيجي فين بقى؟ بص معايا، هنيجي في السيرفس، هعرف متغير من ايه؟ من اوبجكت مابر اهو. لو انت عاوز تاكد منها، لو جينا هنا اهو هنلاقي هو عامل اوبجكت من ايه؟ من اوبجكت مابر اهو، اهو من موديل مابر. بس بلاش التست، خلينا ثواني اهو، هو كان ايه؟ تمام، الموديل مابر اهي. تمام، الموديل مابر اهو، هنعمل لها امبورت اهو. ده الموديل مابر الخاص بيه، ده الايه؟ ده الموديل مابر الخاص بيه. قال لك ايه؟ جاب لك مشكله، قال لك مفيش بين عندك في الكونتينر بتاع السبرينج، فعشان كده مش قادر يعمل له اوت واير. ما انت عارف عشان تستخدم حاجه وتعملها اوت واير لازم يكون ليها بين عندك في الابلكيشن في الكونتينر، زي ما انت مذاكر السبرينج. صح ولا غلط؟ صح. هروح هنا واعمل باكج، هسميها ايه؟ كونفيجريشن مثلا او كونفيج. تمام، هعمل فيها كلاس، هقول له ايه؟ هقول له دي تي او كونفيج. حلو، حط عليها اد كونفيجريشن، واعمل هنا بين من الايه؟ من الموديل ماب. لو جيت هنا هلاقي هو كان عامل بين، هاخدها كوبي بيست برضو ايه عشان اختصرنا بس للوقت. انا فاتح بس الموقع ده عشان بس اختصرنا للوقت وما ضيعش وقتكم معايا. تمام، عملت بين ازاي؟ انت عارف انك بتعمل فانكشن بترجع اوبجكت من الحاجه اللي انت عاوز تعمل منها بين اهو. تمام، وتحط عليها ات ايه؟ ات بين. كده انت عملت بين من الموديل مابر الخاصه بيك. لو رحنا هناك شايف اهو الايه؟ الايرور راح. تمام، هنستخدمها فين؟ بدل ما انا بقى كنت بعمل ست للاتريبيوت الخاصه بيا، لا انا مش عاوز كده. كل اللي هعمله هعمل هشيل دي اهي، وفي الاوبجكت ده هقول له موديل مابر دوت ماب، اعمل لي ماب. ماب من ايه؟ الستودنت والايه؟ والستودنت ريسبونس دوت كلاس، ورجع لي في الاخر ايه؟ الستودنت ريسبونس. مش فاهم كل الفكره، انت دلوقتي مش معاك الستودنت. اه، خلينا نقفل الباقي ده كله،
عشان ايه؟ عشان اوضح لك الموضوع. انت عندك هنا ايه الستودنت اهي، وعندك الستودنت دي تي او، لا احنا عاوزين الستودنت ريسبونس اهو، فين الريسبونس اهو صح 10 على 10. المفروض الاي بي اي دي كانت بتعمل ايه؟ المفروض الاي بي اي دي كل اللي بتعمله بتاخد الاي دي وترجع لك الستودنت، بس مش كله، بترجع النيم بس اهو زي كده. فاكرين؟ فاكرين تمام. انا بدل ما انا اقعد اعمل سيت من الكلاس ده للكلاس الجديد بتاعي، لا انا جبت الستودنت بتاعه اهو وجبت الستودنت اللي هيرجع ده في النيم بس، فاستخدمت الموديل مابر دوت ماب الستودنت اللي هو ده، بقول الاوبجكت اخده اهو، اعمل ماب ما بينه وما بين الكلاس اللي اسمه ستودنت ريسبونس. فهيعمل ايه؟ هيروح في الستودنت اهو، راح عنده، هياخد كل الاتريبيوت يعمل ماب مع مين؟ مع الستودنت ريسبونس مع ده. اذا الاثنين دول بدا يكرروا بعض، هيشوف الاتريبيوت المتشابهه ويبدا ينقل الداتا من هنا لهنا. هنروح هناك عندنا اي دي ونيم وايج، ونروح هنا هنلاقي نيم بس، فهو ما لقاش غير النيم هنا، فيماب النيم من هنا لهنا ويرجع الكلاس اللي اسمه ستودنت ريسبونس فيه النيم. اما الاي دي والايج هم ما لهمش مكان هناك، فما قدرش يعمل ايه ماب. هل في هنا اي دي او ايج؟ لا، هو لقى النيم بس، بدل لقى النيم هياخد الداتا من النيم هنا يحطها في الاتريبيوت هنا ويرجع كلاس ستودنت ريسبونس في ايه؟ في النيم. فبكده ديت هترجع ايه؟ هترجع بكلاس اسمه ستودنت ريسبونس معمول له ماب مع الستودنت بالداتا اللي فيه عن طريق الاتريبيوت المتشابهه في الاسم فقط، اللي هو ايه؟ اللي هو النيم. ويخزنه فين؟ ويخزنه هنا. كده انا ما عملتش سيت بايدي، لا ده انا عملت سيت عن طريق الموديل ماب. تمام؟ لو عملنا رن كده ريرن، المفروض يرجع لي نفس الداتا ونفس الايه؟ ونفس الريسبونس اللي هنا اهو. هعمل سند، شايف؟ نفس الايه؟ نفس الريسبونس راجع. كده قدرنا نستخدم الموديل مابر عشان نقدر نعمل ايه؟ عشان نقدر نهندل موضوع الجيتر بتاعنا والسيت اب. تمام، تعالوا كده نطبقها هنا برضو في الجيت ستودنتس. تمام، فين الحته اللي بنعمل فيها سيت؟ شايف اهي؟ شايف؟ انا هعمل كومنت على ده اهو، وشوف هعمل ايه. كل اللي هعمله ان انا عاوز اماب ما بين الستودنت دي تي او والستودنت اللي انا هجيبه من الليسته ديت. فهاجي هنا اقول له ايه؟ مابر دوت ماب اهو. تمام، هقارن من مين؟ بين الستودنت دوت جيت اي، ده الستودنت اللي موجود في الليست، اول ستودنت في الليست هاخده ومابه مع مين؟ ومابه مع الستودنت دي تي او اهو دوت كلاس. كده هيعمل ايه؟ انا عندي الليست دي راجع فيها 10 اليمنت، فانا خدت اول اوبجكت بس اللي هو ده. الاوبجكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ستودنت اللي هو ده، في اي دي ونيم وايج. قلت له اعمل لي ماب مع ايه؟ اعمل لي ماب مع الستودنت دي تي او اهو، اعمل لي ماب مع الستودنت دي تي او. اذا هو معاه ستودنت اهو ومعاه ستودنت دي تي او، هيبدا يعمل ماب. انا عندي هنا في الستودنت دي تي او اي دي ونيم بس، فهيروح في الستودنت يجيب الاي دي والنيم كانه عمل كوبي فيهم هنا، ويرجع ستودنت نيم ستودنت دي تي او في الاي دي والنيم اهو، فرجعهم واستقبلتهم في سين دي تي او وضفته في الاخر. اذا بدل السطرين دول، بدل ما كنت كتبت السطرين دول، لا ده انا عملت من اوبجكت مابر، عملت باب بين الاوبجكت اللي جاي لي اللي انا عاوز اخد منه الداتا والاوبجكت اللي انا هحط فيه الداتا. اذا السطرين دول شلتهم وعملت لاين ده. تمام، قلت لك الموضوع ده هيبان امتى؟ انت ممكن تقول يا عم دول هم اتنين اتريبيوت هحطهم وخلاص، هقول لك تمام مفيش مشكله. لكن لو انت عندك هنا 50 اتريبيوت وهنا 40 اتريبيوت ويجي يعمل ما بينهم، اللاين ده هيكون افضل، لان مش طبيعي او مش منطقي انك انت هتكتب 40 سطر
السين دي تي او دوت سيت كذا وتجيب جيت سيت وبعدين جيت، هتقعد تكتب 40 سطر عشان تسيت من هنا لهنا؟ لا طبعا، الموضوع صعب خالص وصعب جدا كمان، ويمكن يكون مستحيل لو السيستم بتاعك كبير وفي كلاسات بيكون فيها بال 150 اتريبيوت، فاكيد مش هتروح لو انت عاوز من 150 اللي موجودين هنا، عاوز منهم مثلا 70، فمش معقول انك انت هتعمل 70 سطر بتعمل سيت هنا وتجيب جيت من الايه؟ من الاوبجكت اللي هو جاي لك سيت وجيت، لا مستحيل طبعا. فالاوبجكت مابر هو بيوفر عليك، بتديله الاوبجكت اللي انت هتاخد منه الداتا وتديله الكلاس اللي انت هتحط فيه الداتا، وهو يعمل ماب ما بينهم عن طريق اسماء المتغيرات. لازم الاسم يكون زيه، لو الاسم مختلف مش هيمابه. اتفقنا؟ جميل جدا، ما فيش اي مشكله. نعمل كيك يمين جيت اد، خلينا ناخد ايه، ناخد هقول له موديل مابر واعمل جيت كوميت واقول له ايه موديل مابر with دي تي او كوميت اند بوش كوميت اند بوش كوميت اني واي بوش، عمل بوشنج، هروح هناك عامل ريلود اهو، ما فيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.